شهدت فعاليات مؤتمر مصر للطاقة إيجيبس 2024 توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية وعدد من الشركات العاملة في المجالات ذات الصلة على مستوى العالم. في إطار التحولية الطاقية للدولة وحرصها على دعم الاستثمار في هذا المجال، يأتي مؤتمر مصر للطاقة إيجيبس 2024 كفرصة لاستعراض موقف أعمال الشركات العاملة في مجالات البترول والطاقة وتطلعاتها المستقبلية في مجالات البحث واستكشاف مناطق امتياز جديدة في مصر. احنا يمكن شفنا الكم الكبير من العارضين الأجنحة المختلفة، سواء كانت شركات عالمية دولية، شركات إقليمية من دول الشقيقة، وكذلك شركات مصرية وشركات وطنية. والحقيقة حجم الشركات سواء كانت شركات عالمية أو شركات كبيرة أو شركات صغيرة أو متوسطة، الحقيقة التنوع ده مطلوب، لأنه السوق بيبقى فيه تكامل ما بين الشركات الصغيرة بتدي خدمات للشركات الأكبر وهكذا، وفي نفس الوقت بيبقى على قد إمكانيات التطبيقات اللي بتتم في الحقول الإنتاج أو في شركات الإنتاج الخاصة به التكرير أو مصافي التكرير أو شركات البتروكيماويات والنقل والتوزيع. وبالتالي الحقيقة المنظومة بتاعت سلسلة القيمة متكاملة، وشفنا إحنا مشاركات كبيرة قوي. هذا وقد شهد المعرض توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية وعدد من الشركات العاملة في المجالات ذات الصلة على مستوى العالم. المشاركون من جانبهم أثنوا على مناخ الاستثمار الذي وفرته الدولة للشركات للوصول لأعلى إنتاجية ممكنة، لما لذلك من مردود عظيم سواء في القيمة المضافة للاقتصاد أو المساهمة في الوصول للاكتفاء الذاتي. معرض إيجيبس ده معرض دولي شهد إقبال تاريخي من الشركات المحلية والعالمية، وشركة غاستك موجودة بجناح زي ما حضرتك شايف جناح متميز بيعرض خدمات شركة غاستك اللي هي تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وكمان لينا محطات متكاملة بتقدم جميع أنواع الوقود بما فيها الغاز الطبيعي والكهرباء. استثمرنا في قطاع البترول المصري على مدى سنوات نشاطنا حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، أنتجنا أثناءها في الدولة هنا 120 مليون برميل من حقول كانت تعتبر يعني انتهت إنتاجيتها الفرضية بالطرق التقليدية. إيجيبس 2024 هو النسخة السابعة لهذا المعرض والمؤتمر الدولي، والذي شهدت تحوله إلى منصة شاملة للطاقة وليس البترول فقط، تناقش وتستعرض جميع التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة. بحث وزير البترول طارق البلة مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل شؤون الاستكشاف والاستراتيجية ومحفظة الأعمال يوجين أوكيبر موقف أعمال ومشروعات الشركة في مصر وخططها المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف وتطلعها للحصول على مناطق امتياز جديدة في إطار سعيها لزيادة الإنتاج. جاء هذا اللقاء خلال ختام فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجيبس 2024. كما التقى الوزير مع رئيس العمليات بمجموعة يونايتد إنرجي جروب سونغ يو لاستعراض أنشطة الشركة في مناطق بالمنطقة الغربية، كما تم استعراض خطط الشركة المستهدفة لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام. من جانبه صرح وليد جمال الدين بأن إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية و6 مواني بحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر يمثل فرصاً واعدة للتعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا التنوع في الفرص المتاحة من خلال المواني والمناطق الصناعية وملف الوقود الأخضر يوضح استعداد مصر لبناء المزيد من الشراكات مع الجانب الأوروبي.
استحدثت وزارة المالية جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إنشاء الجهاز ليحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي وجهاز تصفية الحراسات، وذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة في الأصول المملوكة للدولة من أجل الإسهام الفعال في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن تحقيقاً للمستهدفات الاقتصادية وتلبية للاحتياجات التنموية. انطلقت أعمال ملتقى رؤساء ومسؤولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول الأعضاء لمجموعة البريكس تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة سلاسل إمداد الغاز العالمية وكيفية تطبيق سياسات المنافسة والعمل على إيجاد حلول أكثر استدامة وتنافسية لتنظيم تجارة الحبوب العالمية. ويعد هذا الملتقى الأول من نوعه الذي تستضيفه مصر بعد انضمامها رسميا إلى مجموعة البريكس مطلع العام الجاري، يهدف لوضع آليات جديدة لمعالجة التشوهات التي يعاني منها السوق العالمي في تجارة الحبوب ومواجهة الممارسات الاحتكارية في هذا الشأن، بما يؤمن تلبية احتياجات الدول من هذه السلع الاستراتيجية بانتظام وطراد وبأسعار تنافسية تتوافق مع إمكانات المستهلكين وقدراتهم حول العالم وتخفيف الأعباء المالية عليهم. احنا بننظر ازاي نقدر اجهزة المنافسة في هذه الدول تتعاون وتتكامل مع بعض للتصدي لهذه الازمات، سواء كانت ناتجة عن اشكاليات خاصة بمسائل في الاسواق فيما يتعلق بالتنظيمات او ما الى ذلك اللي ممكن تؤدي الى منع تيسير التجارة بالذات فيما يتعلق بالحبوب، وايضا بنبص فيما يتعلق بالممارسات الاحتكارية اللي ممكن تؤدي ايضا الى تعطيل التجارة في هذا الامر، وده كله في الآخر بينصب على إزاي هذه الدول مع بعض مجتمع تقدر توصل لحلول لهذه الأزمات، وده يمكن هو ده الدور اللي النهاردة إحنا قاعدين عشانه. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات مع توقعات لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 10% لتصل إلى 82.26 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4% ليصل إلى 77.2 دولار للبرميل، وكذلك تراجعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 67% لتصل إلى 2.66 دولار للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 11.55% لتسجل 1.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجع الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي في تعاملات أسواق النقد الإسرائيلية، وذلك امتداداً للانخفاض الحاد للشيكل خلال الفترة الأخيرة، وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.7 شيكل، وهو ما يعني تراجع الشيكل بنسبة 86% عن سعر نهاية التعاملات أمس، كما بلغ سعر صرف اليورو 3.9 شيكل بتراجع يقدر ب 1.12% في سعر الشيكل أمام اليورو عن نهاية التعاملات أمس. وكان الاقتصاد الإسرائيلي قد شهد انكماشاً بنسبة 20% في الربع الأخير من عام 2023 بحسب البيانات الصادرة عن بنك إسرائيل المركزي، بما قد يدفع البنك للإقدام على اتخاذ إجراء جديد بخفض أسعار الفائدة لتنشيط عمليات الاقتراض أمام قطاعات الأعمال في إسرائيل والتقليل من وقع الحرب في غزة.